أهلا بكم. قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن الإجرام الميليشياوي ما زال يحصد أرواح الشباب العراقي المنتفض ضد الظلم والفساد، وحذرت الهيئة من استمرار الجرائم والانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين وجعلهم ضحية للأحزاب والميليشيات في صراعها من أجل التشبث بكرسي الحكم. كما اتهمت الهيئة ميليشيات سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر بارتكاب مجزرة النجف بهجومها المسلح الدامي على المتظاهرين والمعتصمين مساء الأربعاء الماضي بالأسلحة البيضاء والرصاص الحي، فقتلت وجرحت أكثر من 170 متظاهرا، وحرق خيام ساحة الاعتصام أمام أنظار الأجهزة الأمنية الحكومية. التحديات والصعوبات التي تواجه ثورة تشرين في ضوء استمرار مذابح الميليشيات الطائفية ضد شبابها المنتفض هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما هي طبيعة وشكل التحديات والصعاب التي تعترض مسار ثورة تشرين في العراق؟ وهل هذه الصعاب والتحديات التي تواجه الثورة هي فقط التحديات الأمنية وارتكاب المذابح الدموية ضد شبابها المنتفض؟ وهل أسندت مهمة ذبح الثورة السلمية إلى ميليشيات مقتدى الصدر بعد فشل الميليشيات الأخرى والأجهزة الأمنية في هذه المهمة خلال الأربع شهور الماضية؟ وكيف لثورة تشرين الحفاظ على مكتسباتها الوطنية الحالية التي تحققت وصيانتها ومراكمتها للبناء عليها في المرحلة القادمة؟ وهل فعلا نجحت ثورة تشرين وشبابها في إنهاء الحالة وإزاحة الطائفية وخطابها والتي برزت بعد العام 2003؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، تيسير الآلوسي. تغيرات عدة طرأت على العملية السياسية منذ بدء تظاهرات ثورة تشرين، وكلها كانت بعيدة عن أهداف المتظاهرين وتطلعاتهم، فلم تخفف هذه الإجراءات الترقيعية وهذه الحيل الحزبية من زخم التظاهرات. تصاعدت حدة العصيان المدني وعلى هتاف المتظاهرين، قابل ذلك تشديد القبضة الأمنية وازدياد عمليات القتل والخطف للمتظاهرين والناشطين، فلم تبقى محافظة إلا وقدمت مئات الشهداء والجرحى. ومن كانوا يدعون انضمامهم للخط الثوري بالأمس انقلبوا عليه، وصاروا يستهدفون بشكل علني كل من تمسك بالثورة ومبادئها. القبعات الزرقاء التابعة لميليشيا السرايا التي تتحرك تبعا لمزاج مقتدى الصدر وأهدافه أصبحت الآن رأس الحربة في عمليات قمع الثورة، في مشهد يحدد الفرق بين من تظاهر من أجل الوطن ومن تحرك وفقا لأهدافه ومصالحه الشخصية. هذه التبدلات كانت بمثابة تصفية لساحات التظاهر من المشبوهين والمواربين، فبعد تكليف محمد علاوي أصبحت التظاهرات أكثر وضوحا، ومن بقي فيها هم الذين يقع على عاتقهم أمل التغيير المنشود، وهم ليسوا أقلية، فلقد انضمت إليهم شرائح جديدة وبنيت خيام اعتصامات إضافية، في دليل على استمرار الثورة رغم العراقيل والمصاعب. شهر تشرين الأول عام 2019 يعد أهم مرحلة في تاريخ عراق ما بعد الغزو الأمريكي، إذ أن هذه التظاهرات استمرت بلا انقطاع وحملت وعياً سياسياً لحقيقة التغيير الذي ينشده العراقيون، كما أن وصولها لمرحلة التنسيق العالي وضمها مختلف فئات الشعب يؤكد أن الأمور خرجت عن سلطة العملية السياسية وداعميها في إيران، وبات قرار البلد المستقبلي بيد أهل ثورة تشرين ومناصريها. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي ستبحث في التحديات والصعوبات التي تواجه مسار ثورة تشرين في العراق. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا
من العاصمة الهولندية أمستردام عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور تيسير الآلوسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. نبدأ مع دكتور رافع الفلاح. دكتور، بلا شك أنه ثورة تشرين، التظاهرات في العراق تواجه وواجهت تحديات وصعوبات وأخطار منذ انطلاقتها، وقدمت 1000 شهيد وأكثر من 26,000 من الجرحى، والميليشيات ما زالت تحاول، وآخرها ميليشيات مقتدى الصدر. طبيعة وشكل هذه التحديات التي واجهت الثورة هي فقط أمنية أم هناك أيضا تحديات أخرى غير الأمنية، غير المجازر، غير المذابح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، عندما يعني حصل الاحتلال عام 2003 وجاءت هذه الطبقة السياسية التي تحكم العراق من عام 2003 لحد الآن، هذه الطبقة يعني حاولت أو استطاعت أن تفرض على المجتمع العراقي، على العراق بشكل عام، سلوكا سياسيا وسلوكا اجتماعيا، سلوكا أخلاقيا، سلوكا اقتصاديا، أو نظاما، سميه ما شئت. هذا كله اللي فشل بعد 17 سنة، واللي اضطرها للشباب أن يخرجوا عليه بهذه الطريقة التي حصلت يوم 21 الأول الماضي من العام، يعني من العام الماضي. هذا السلوك اللي دمر العراق، وهذه السياسات التي دمرت العراق، طائفية، تخريب، فكر غير طبيعي، فكر شاذ، طبيعة مجتمع، تمزيق للمجتمع، كل هذا، اقتصاد سيء ومشوه، استقلال غير منجز، سيادة غير موجودة، كل هذا فرض هذا النظام السياسي اللي موجود، تبعية للخارج، مطية للآخرين. عندما تخرج ثورة، نعم خرجت تظاهرات كثيرة طوال هذه السنوات وصولا إلى 21، كل هذه التظاهرات كانت تحاول أن تقف ضد هذه السلوكيات، ضد هذه السياسات العامة، اقتصادية، اجتماعية، سياسية، كل هذه. لكن في هذه الثورة من البداية كان واضح من البداية أنه هذه المجموعة من الشباب خرجت لتقف ضد كل هذه الحزمة اللي موجودة. لذلك من أول يوم رفعوا شعار نريد وطن، وكان هذا نريد وطن بمعنى أن الوطن غائب، أو الوطن مستلب، أو الوطن يعني في الأسر ولازم نسترده. وعندما يكون الوطن غائب، كل هذه السلوكيات، كل هذه السياسات التي وضعت من عام 2003 لعام 2017 مرفوضة، فلذلك يجب تغييرها. من هنا بدأت التحديات. النظام استشعر أن هذه الثورة تختلف عن غيرها، هذه الثورة الشبابية خارجة تريد وطن، تريد تسقط النظام كل هذا، تريد تنهي هذه العملية السياسية بكل مخرجاتها. فبالتالي يجب أن يضع أمام هذه الثورة تحديات كبيرة. دكتور، حتى التظاهرات أو الحركات التي سبقت هذه الثورة ولم تكن بالخطورة نفسها التي عليها هذه التظاهرات ضد العملية السياسية، أيضا كان الخيار الأمني الدموي يعني من نصيبها. نعم، 25 إشباط ما بعدها في البصرة وغيرها. نعم، لذلك هي استخدمت نفس الأسلوب في أول أيام، استخدمت نفس الأسلوب، واعتقدت أنها تستطيع أن تقضي على هذه التظاهرات باستخدام الحل الأمني، والحل الأمني أفرطت به بشكل كبير جدا، لحد اللي وقعوا مئات الشهداء وآلاف الجرحى في أول 7 أيام. عندما توقفت المظاهرات وعادت مرة أخرى يوم 25، واجهوها بنفس الأسلوب، فوجدوا أن هذا الأسلوب غير مجدي. الثورة كانت تواجه تحديات أمنية أولاً، هذه القوى الميليشياوية والقوى الحكومية التي تستخدم هذه اليد التي تضرب. سياسياً النمط يختلف، هذا نمط العملية السياسية، نظامها السياسي، طبيعتها، تكوينها يختلف عما تطالب به الثورة. الثورة تطالب بوطن مستقل غير طائفي، عابر للطائفية، الراية الوحيدة هي راية العراق، هويتها واحدة، ليست هويات فرعية كثيرة، لا وجود للفرعيات، الهويات الفرعية يجب أن تذوب في الهوية الكبيرة، الكل يجب أن تجمعهم المواطنة على النقيض من الدستور اللي انكتب على أساس المكونات. فكل هذا شكل لهم دكتور أيضاً. يبدو هذا التحدي السياسي يبدو هو الأكثر ثقلاً والأجسم أكثر حتى من والأخطر حتى من التحدي الأمني. نعم، وبالتالي هذا راح يصطدم أيضاً مع تحدي آخر،
التحدي اللي هم فرضوه بواسطة الطبقة الدينية، ما يسمى بالطبقة الدينية، الذين فرضوا الطبقة السياسية. نعم. الطبقة السياسية جاءت بطبقة دينية، أو الطبقة الدينية جاءت معها، فلديها غطاء، لديها مظلة كاملة. هذه الثورة ضربت هذه المظلة من البداية، لا تعترف بهذه المظلة، لديها لكل العراقيين أديان مختلفة، لكن المهم وكان هذا جداراً عريضاً وعالي للطبقة السياسية الاستناد إلى الجدار الديني. نعم، في المرحلة السابقة. نعم، فهذا أيضاً تحدي آخر بالنسبة للعملية السياسية وبالنسبة للثورة. تحدي آخر، الوضع الاقتصادي هذا المشوه، الثروات هذه، كانوا يقنعون الناس بأنه النفط هو ملك الشعب، مثل ما يقول الدستور أنه النفط هو ملك الشعب، لكن حقيقة الحال أنه هم فرضوا أنفسهم أوصياء على الشعب، وبدأوا تقسيم ثروات النفط عليهم، والشعب يزداد فقراً. حتى دكتور، نبقى في التحدي الأمني، اسمح لي دكتور عبد الحميد العاني، قضية التحدي الأمني، مجابهة هذه التظاهرات بالقمع، بالبطش والتنكيل والقتل، الآن أكثر من 1000 شهيد، هناك 26,000 من الجرحى والمعوقين، هناك عمليات الاختطاف المستمرة والاغتيالات. يعني كان واضح من البداية أنه مهمة ذبح الثورة، إنهاء الثورة، أسندت بشكل أكبر إلى الميليشيات الطائفية. الأجهزة الأمنية موجودة وحاضرة وأيضا يعني متواطئة. لماذا المهمة أسندت إلى الميليشيات، أو الحمل الأكبر، الجزء الأكبر ملقى على عاتقها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية، أنه لما لجأوا إلى هذا الحال، خاصة الاعتماد على الميليشيات، فيها أكثر من بعد. والبعد الأول وهو أنه هذه الميليشيات هي ليس لها عنوان واضح ربما يمكن أنه يحاسب عليه، ليس هنالك جهة معينة واحدة فقط يمكن أنها تسند إليها أو تلقى على عاتقها مثل هذه التهم. ثاني شيء، حتى يكون هنالك نوع من أنواع تبادل الأدوار، تبادل الأدوار بين هذه الجهة وهذه الجهة، جهة من الميليشيات التي تقارس هذه المهام، هذا العنف، هذه القوة، وجهة أخرى تعلن على أنها اللي هي الأساس، الأجهزة الرسمية تعلن على بشكل ربما مخادع على أنها تساند أو تقدم الدعم والحماية لهذه الساحات. لكن الذي حصل وحقيقة الأمر، وهذا الذي يعرفه الشباب جميعا، أنه هو مجرد فقط إعلان، أما ما يجري على أرض الواقع، يعني إعلان تبادل الأدوار، أما ما يجري على أرض الواقع هي كل هذه الجهات هي قامت بهذه المهمة، العنف والضرب، القناصين، القنابل الدخانية، الاختطاف، هو كله تتم بتنسيق بين هذه الجهات كلها. لم تكن الأجهزة الأمنية الرسمية بمنأى عن هذا العنف، لم تكن بعيدة عن ممارسة هذا الأمر، بل هي التي بدأت في بداية الأمر، هي اللي بدأت استخدام هذه القوة، وهي التي قامت بإسقاط العديد من الشهداء خاصة في الأيام الأولى، وهي التي إلى الآن، يعني حتى في الأيام الماضية، هي التي الآن تحمي هذه الميليشيات حينما تهاجم هذه الساحات، تمهد لها، تنسحب، تسمح الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية طبعا. فلذلك يعني الأجهزة الأمنية، الميليشيات، هي مجرد عناوين متنوعة لحماية هذه السلطة، لأحزابها، حماية هذه العملية السياسية، كلهم في خندق واحد ضد الجماهير، ضد الشباب، ضد الشعب العراقي الذي لاقى هذه الويلات وعانى من هذه المآسي وتحمل ظلم هذه الأحزاب وما قامت به طيلة السنوات الماضية. نعم، أشكرك دكتور تيسير الآلوسي في أمستردام، مساء الخير أولا. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام ولجمهور القناة. أهلا وسهلا دكتور. كيف تحولت الميليشيات الطائفية من صورة المدافع أو الحارس أو الحامي للعراق أو المجتمع الشيعي بين قوسين إلى أدوات أو إلى فصائل هي من تذبح متظاهرين سلميين في معظمهم هم الحقيقة من شيعة العراق؟ الآن شيعة العراق من بغداد إلى البصرة يذبحون ببنادق، برصاص، بسكاكين، بسواطير الميليشيات التي كانت تقدم نفسها أنها الحامي للعراق.
الحامي للمجتمع الشيعي ضد قوى الإرهاب. شكرا جزيلا لسؤالك الكريم، لكن إذا سمحت لي بسرعة أن أشير إلى موضوع التحديات بشكل مباشر. نعم تفضل. الحقيقة أنا أشكر الضيفين الكريمين لتشخيصهم وتركيزهم على الجانب الأمني. هناك تحديات مباشرة وتحديات غير مباشرة. نعم. أشير إلى قضية التحديات غير المباشرة من جهة أن النظام الاقتصادي الذي جرى تكريسه هو النظام الريعي، وهذا النظام الريعي كما عرفنا كيف يستخدم ابتعادا عن الاستثمار وعمليات البناء باتجاه ليس أحادية الاستقطاب أو الموارد، وإنما أيضا عملية النهب المعروفة. هذا كرس قضايا مباشرة عندما أثر بشكل واضح وجدي على أمور تتعلق بالآتي: ما هي الإمكانات التي تتوافر للمنتفضين ثم الآن مرحلة الثورة الثوار، وما هي الإمكانات الموجودة أو المتاحة بين أيدي من يسطو على السلطة في مثل هذا الأمر؟ إن تطويع كل المال من الثروة الكبيرة بما تجاوز التريليون ونصف مما أهدر، بالحقيقة الأمر ليس قضية إهدار، وإنما أيضا قضية أبعد، قضية تتعلق بتوفير إمكانات للسطو على المشهد من جهة الإعلام، من جهة الإمكانات المالية، شراء الذمم، مال سياسي فاسد. نعم. الآن هناك قضية أخرى يمكن أن نشير إليها، هي محور التحدي المتعلق بالقدسية الدينية، استغلال مشاعر المواطن، استغلال هذا المواطن وحرية الاعتقاد الديني المذهبي، جرى بطريقة تفريغ هذا الاعتقاد الديني المذهبي من حقيقته، من الإيمان الصادق، من نزاهة الموقف بالوعي الجمعي، إلى قضايا طقسيات واضح أنها عملية تفريغ مقصودة لوضع بديل، وهذا البديل هو ما يسمى المرجعية الدينية القدسية، ولكن كليهما كان بموضع استغلال المواطن واجتراح قضايا لصالح النظام. هناك قضية أخرى تتعلق بموضوع استغفال المواطن عبر التجهيل، عبر إشاعة الأمية، عبر قضايا البطالة، يعني هذه القضايا كلها استغلت من قبل السلطة من جهة وأحزابها وزعاماتها لتكون في المنتهى والمحصلة محور التحديات الأخرى. لكن حجم الكارثة التي جوبها بها الشعب بعد 17 سنة ولا أقول عاما، بمعنى الشدائد، بمعنى المقاتل، بمعنى القهر والعسر الذي جرى للمواطن، بعد كل هذه الأوضاع ما كان بيد هذا المواطن عار الصدر خالي الوفاض إلا أن ينتفض ليتحول إلى الثورة التي نشهدها. إذن التحديات لم تكن مذكورة على الجانب القطعي الأمني، وإنما مع ملاحظة مثل هذا أنه كان يدار بخطط أمنية من قوى ذات خبرة موجودة مثل البنك الدولي للإرهاب في قم وطهران. لكن أبشع من قضية التضحيات الجسام، كان هناك تحديات أخرى تتعلق بالإمكانات وطابع التوازن بين منطقتي الثورة والنظام، ولهذا السبب كانت الثورة في مطلعها ضاغطة، فامتص النظام بمناورة وبعض أركانه هذه القضية ودفع بعمليات اختراق حقيقية خطيرة. هذا الاختراق تسبب بوجود على سبيل المثال مستقل مؤخرا مما يسمى جماعة مقتدى، قبعات زرق أو ما شابه من ميليشيات معروفة، هي التي قادت، هي التي أسست الميليشيا، هي التي قادت الحرب الأهلية الطائفية في العام 2003. وهي ربما دكتور اسمح لي، قد تكون هناك مشكلة في الصوت، الصوت ده يصلنا يعني ليس بالشكل السليم، إذا ممكن يضبطوا لنا إياه. دكتور سأرجع لك إن شاء الله بعد تضبيط الصوت وتكمل فكرتك في قضية
ربما الآن وأنت أوصلتنا إلى نقطة مهمة وعي عملية الآن الدفع بمقتضى الصدر وميليشياته لمحاولة وأد الثورة، وهي المهمة التي فشل فيها زملاء الآخرين. دكتور رافع الفلاحي، الآن يبدو النظام على قناعة أن هناك فشل في عملية قمع الثورة، في عملية قتل الثورة، إنهاء الثورة، وكأنه أسندت المهمة الآن إلى مقتضى الصدر وإلى ميليشياته بهذا الهجوم الدامي على في ساحة الحرية في النجف وغير النجف. مقتضى الصدر يملك الإمكانيات، القدرة، الأدوات في تنفيذ هذه المهمة المسندة إليه، وهي المهمة التي فشل فيها آخرون، الميليشيات جميعا والأجهزة الأمنية وغيرها. هل سينجح؟ دعني يعني أبدأ للوصول إلى هذا الموضوع للإجابة بشكل سريع عن هذا الموضوع، وأقول أنه من عام 2003 أهم شيء تأسس يعني في ظل هذا النظام اللي حصل، نظام العملية السياسية من عام 2003 لحد الآن، هو الفساد. هذا نظام الفساد اللي تغول على الجميع، فلذلك في ظل نظام الفساد لا يمكن أن تبني مؤسسات، لا يمكن الحديث عن مؤسسات عسكرية، مؤسسات أمنية، مؤسسات اقتصادية، سياسية، اجتماعية، فكرية، تعليمية، صحية، لا يمكن، بدليل أنه كل هذه المؤسسات فشلت فشلاً ذريعاً. وأعود إلى المؤسسة الأمنية، عندما نتحدث عن المؤسسة الأمنية مثل ما قال أخي الدكتور عبد الحميد قبل قليل، قال أنه المواجهة بدأت بالقوى الأمنية، يعني عندما خرجت الثورة من واجهها هي القوى الأمنية. نعم. القوى الأمنية هي ليست قوى خالصة وأمنية للبلاد، هي قوى السلطة، وهذه قوى السلطة بنيت وفق نظام الفساد هذا، فلذلك هي ليست مؤسسة، هي ميليشيات وعصابات دخلت بالقوى الأمنية. لذلك الآن الدعوة أن القوى الأمنية هي من تحمي التظاهرات قضية غريبة عجيبة لا تقبل. كيف؟ وكأنك تستبدل الميليشيات بالقوى الأمنية، وتستبدل القوى الأمنية بالميليشيات، وجهان لعملة واحدة. الحقيقة عندما تقدمت القوى الأمنية في بداية 1 تشرين وتواجهت مع الثورة في معركة، خسرت القوى الأمنية، يعني كنا نعرف قوى مكافحة الشغب وغيرها والقوى الأمنية والقناصة كلها قوى أمنية، وكانت ترتدي الملابس العسكرية، وجيش وشرطة نزلوا كل قواتهم، وكانت الميليشيات على أطراف الساحات تساندهم، على أطراف الساحات تدليهم على من يقتلوه، وتقتنص من يخرج من الساحات، كانت تخطف وتقتل وتهدد. بالتالي وصلوا إلى مرحلة كان يجب أن يزجوا بالوجه الآخر الميليشيات. الميليشيات وصلنا إلى أن يزجوا بالميليشيات اللي دخلت إلى في ساحة التحرير، إلى السنك، وقتلت ميليشيات العصائب والأجهزة الأمنية في مكان بعيد، كانت تراقب، ليست في مكان بعيد، كانت تهيئ. نعم. تهيئ الظروف والطرق. نعم. وتفتح الطرق للوصول إلى يعني هذه الحقيقة، مثل ما كان يفعل الأمريكان. الأمريكان في بداية أعوام 2003 لغاية 2010 عندما كانت المقاومة في أشدها، كان الأمريكان يطوقون المناطق ويفتحون ثغرات معينة للميليشيات لكي تدخل تقتل وتثير وتحرق وتخرج. نفس القضية، القوى الأمنية مارست نفس الدور، يبدو أنه هذه تدربوا عليها، تنسحب القوى الأمنية، تهيئ الطرق، تفتح الإشارات الخضراء لكي تدخل الميليشيات، ترتكب جريمتها وتنسحب وبدون وهذا ما حصل في النجف أخيرا، القوى الأمنية انسحبت قبل يومين، وكل الشهود، شهود العيان، على قالوا أن مدير الشرطة والقوى الأمنية كانت قريبة من الساحة لكنها لم تفعل شيئا، وهذه الميليشيات تقتل بهم. إذن وجهان لعملة واحدة. الآن الدعوة للقوى الأمنية لأن تحمي التظاهرات هذا خطر كبير، وعلى المتظاهرين، على الثوار أن يدركوا هذا خطر كبير، وكأنهم يواجهون ميليشيات بنفس يعني نفس القضية، وعليهم أن يتذكروا أن من واجههم في أول أيام هي القوى الأمنية بلباسها العسكري، والآن عادت إلى الآن عادت بشكل آخر، الآن تدخل الساحات وتفتش وكأنها هي القوى المسؤولة عن حمايتهم، وهذه كذبة كبيرة. هذه عندما طرحوا يعني عندما وصلوا إلى نقطة من اليأس، نقطة من الـ من الـ من الـ من الـ يعني من التفكير أنه لا يمكن لهذه القوى كلها أن تفعل شيئاً، هناك قوى اللي هي جماعة مقتدى الصدر. نعم. الذي يدعي مقتدى الصدر، وكان يدعي في يعني بشكل علني
انه هو قادر ان يجيش المجتمع، قادر ان الجميع، لانه عنده قاعده كبيره، وفعلا استغل هذه القاعده في عام 2011. شهدنا هو من يعني اسقط المظاهرات التي كانت الثوره 25 شباط 2011. هو من اعطى للمالكي 6 أشهر وسحب وهكذا، وشاهدنا هذه التظاهرات الكبيره اللي عبرت جسر الجمهوريه ودخلوا المنطقه الخضراء، وجلس في هذه المسرحيه بالخيمه الخضراء، واخرجوا برا ولا تهتفون وروحوا لبيوتكم، يفرض كان يلعب لعبه مزدوجه سياسيه مزدوجه، هو مع الشعب وهو مع السلطه في نفس الوقت، لديه نواب ولديه وزراء ولديه مكاسب، وهو مع العمليه السياسيه ويدعمها، وهو معارض ضد العمليه السياسيه مع الشعب، لكي في اي لحظه يلعب الدور الذي تحتاجه العمليه السياسيه لتبقى. الان كان دوره، هو تعهد بهذا الدور انه هو من يستطيع، لذلك بدا في التظاهره وفشل التظاهره التي قال عنها. اسمعني دكتور، سنتحدث عن قضيه يعني هذا الدور الذي يقوم به الآن مقتدى الصدر، هل هو دور جديد أم مكمل للأدوار السابقة التي أسندت له؟ لكن طبعا نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة الصعاب والتحديات التي تواجه مسار ثورة تشرين في العراق. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة التي تبحث في جملة التحديات والصعاب التي تعترض مسار ثورة تشرين في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور تيسير الآلوسي. دكتور عبد الحميد العاني، هناك من يقول أنه هذا القناع الذي ارتداه مقتدى الصدر من 2003 إلى اليوم، تحدث الدكتور رافع الفلاحي عن جملة أدوار لعبها مقتدى الصدر، ربما في الظاهر هي أدوار متناقضة مع بعضها، هو في جانب العملية السياسية ومرة في جانب الشعب، أنه هذه الثورة أسقطت مقتدى الصدر بالضربة القاضية، مزقت هذا القناع الذي كان معه من 2003 إلى اليوم، قناع الوطنية، المقاومة، الإصلاح مع الفقراء ضد الفساد وما إلى ذلك، وهذا يعني تحدي كبير نجحت فيه الثورة فعلا؟ بداية لابد من أنه نذكر بشيء. منذ البداية ذكرنا منذ سنوات عديدة أن جميع من دخل هذه العملية السياسية هو مدافع عنها ومدافع عن جميع الفاسدين، وهو في خندق مواجه لخندق الشعب العراقي، هو مواجه لمصالح الشعب العراقي، هو متسبب في هذه المآسي من قريب أو من بعيد، ليس فقط الأحزاب الكبيرة بل الأفراد بل الداعمين لهذه، ليس الذين دخلوا العملية السياسية من الباب بل حتى الذين دخلوا من الشباك أو الذين يحاولون مغازلتها والدخول فيها، قاعدة رئيسية. رأينا هذه القاعدة اليوم في وعي هؤلاء الشباب في ساحات التظاهر، لكن كان هنالك في بداية التظاهرات قسم كبير من شباب هذه المظاهرات هم منتمين لهذا التيار، منتمين للتيار الصدري، لكنهم خرجوا ليس بتوصية ولا بتوجيه، خرجوا رغم إرادة التيار الصدري الجماهير. هذا القناع الذي وعاه الجميع وعرفوا حقيقته هو سقط عند هؤلاء الأتباع أولا، يعني عند الأتباع اليوم الذي سقط عند كثير منهم، أما بقية الشباب فمنذ الأيام الأولى رأينا هتافاتهم ضد العملية وضد جميع من دخل فيها. فسقوط اليوم القناع عن مقتدى الصدر، دكتور أقصد هذا القناع لم يكن يعني مرتدى من قبل مقتدى الصدر
تضليل أو إيهام الرأي العام في العراق حتى خارج العراق، سوق على أنه ضد المشروع الإيراني، أنه بعيد عن إيران، أقرب إلى العمق العربي وما إلى ذلك. خارج استقبل العراق. نعم خارج العراق يعني هنالك للأسف نعم. يعني بعض الإرادات الدولية والإقليمية هي تريد أن تسوق هذا على حساب ذلك لمصالح إقليمية، لكن نتكلم نحن داخليا داخل العراق تحديدا، الشارع اليوم قد بات على وعي وكبير جدا من هؤلاء، وهذا القناع الذي سقطه هو اليوم هي طبعا بالمناسبة ليست المرة الأولى، يعني لأنه هذه التجربة التي يستغل فيها مقتدى الصدر وقيادته السياسية، يستغل جماهير التيار الصدري، الجماهير كبيرة جدا كادحة هي أكثر هذه الجماهير. لكن دكتور هذا الآن السقوط الآن هو السقوط الكبير، السقوط المدوي، ولذا نعم. هذا السقوط نعم. الكبير والمدوي نعم. يجب أنه يوجه إلى جميع هؤلاء اليوم. اليوم باتت المفاصلة واضحة، لا يمكن لأحد أنه يبقى مؤيدا لشخص على حساب الوطن، لا يمكن أنه أقدم هذا الانتماء أو أبقي عيني مغمضة وأبقي عقلي مقفلا بحجة التبعية والتقليد أو الانتماء لهنا. اليوم الشارع العراقي يقول إما أن تكون منتميا للعراق أو منتميا لحزب، إما أن تكون مؤيدا للعراق لشعب العراق أو مؤيدا لطائفة أو مؤيدا لمنطقة أو مؤيدا لعشيرة. اليوم مصلحة العراق فوق كل هذه المصالح، الهوية العراقية فوق كل هذه الهويات الجزئية مهما كانت ومهما تنوعت، وعلى رأسها هذا الأسلوب أو هذا قيادة التيار الصدري التي طالما رأيناها تركب موجة التظاهرات وتستغل جماهيرها. بالمناسبة يعني هي تستغل جماهير التيار الصدري أكثر من البقية، وفي الأخير ما هي النتيجة؟ نرى أنه يعني في البداية يرفع سقف المطالب، ثم بالأخير أو في نهاية المطاف نراه يستدير 180 درجة فيجمد هذه التظاهرات أو يخدر الجماهير، وماذا يجني؟ هو وحده، هي قياداتهم يجنون بعض المكاسب من مناصب وزارية أو مدراء عامين أو صفقات أو غير ذلك، والنتيجة إثراء جيوب هؤلاء الخاصة نعم. على حساب الشعب العراقي الذي يزداد مأساة. نعم دكتور تيسير في أمستردام، يعني هذا الدور الذي يقوم به الآن مقتدى الصدر وميليشياته في قمع التظاهرات السلمية الموجودة في العراق الآن هو رأس حربة، يعني هل هو هذا الدور دور جديد يقوم به مقتدى الصدر أم هو مكمل لجملة الأدوار التي أسندت له منذ عام 2003 وإلى اليوم؟ هل هذا الدور يعني كان صادما لكم كمراقبين محللين متابعين جديدا أم كان متوقعا بالاستناد إلى تجربة 17 السنة الماضية؟ بالضبط القضية ليست جديدة، القضية بشكل الآن أولا هذا الرجل في الحقيقة نلاحظ عليه تقلبات المزاجية من جهة، ونلاحظ عليه أن هذه التقلبات لها مخرجات محددة، بمعنى أنها مقصودة لإشاعة الفوضى، بمعنى أنها مقصودة لسياسة تستهدف الشعب، بدليل أنه في العام 2015 استطاع الاختراق للحراك الشعبي في خطابه الوطني العلماني الديمقراطي، ثم ليقوم بإصدار بيان لإيقاف التظاهرات، وكأن القضية قضية أتباع يسيرون بطريقة أو بمنظومة قطيع. هذه الطريقة حقيقة التي استغلها مؤخرا، وينبغي الالتفات إلى أنه أتباع مقتدى هم بين مجموعتين، المجموعة الكبرى أو الأغلبية هي الفقراء الذين اكتشفوا حقيقته، ومن ثم هناك من انسلخ من اتباع تعليماته التي تمثل أجندة أجنبية، فيما هناك ميليشيات يدعي أنه جمدها، ولكن هذه الميليشيات في الحقيقة مزودة بمهام لاحظنا فعليا ما جرى على الصعيد الميداني في المدة الأخيرة من مقاتل بخاصة في محافظة النجف. عليه مقتدى
ليس بجديد أن يقوم بمثل هذه الفعاليات. حتى هذه اللحظة يظن أنه استطاع أن ينجح بلعبته، وهو يحاول ببيان الأخير أن يقول أنه يعود إلى الجمهور، ويحاول إعادة إنتاج نفسه من خلال بيان يتحدث عن تعليمات لا تظهر كذا ولا تأتي كذا ولا تفعل كذا. في النهاية الوعي الجمعي لهذه الثورة الشعبية، وهذا ما ارتسلك دكتور الآن، لا. بهذه هذا الاستدراك أو الأمر أنف كما يقال، هل سيقبل مقتدى الصدر؟ سينجح مقتدى الصدر في تسويق نفسه بالصورة التي كان عليها في ما قبل ثورة تشرين، نصير الفقراء، قائد الإصلاح، مقاومة، وطني، مختلف عن الآخرين؟ الآن بالضبط اكتشف من تبقى ممن لديه قناعة بأن مقتدى والأتباع من الميليشياويين يمكن أن يضموا إلى حراك شعبي. هذا الأمر انتهى، ولا لقد أصبح هناك فاصل جديد، مرحلة نوعية أخرى لحراك ثوري في المجتمع العراقي، وهنا لا يمكن أن نسميه بالمحافظات بين قوسين الشيعية، بالعكس هناك وجود لأطياف الشعب العراقي في هذه الثورة الشعبية بطابعها السلمي، مقابل الطابع القمعي الفاشي للميليشيات وما يسمى سلطة، وهي في الحقيقة سلطة مسحوبة الشرعية منتهية الصلاحية، وقد أعلن الشعب حلها نهائيا، وكلف من تبقى تحديدا أن يختار رئيسا لوزراء مرحلة انتقالية تمهد بإشراف دولي لقضايا أخرى عليه. فقضية مقتدى انتهت، هو في الحقيقة أصبح واضح في التشخيص الشعبي أنه ضمن مجموعة زعامات وأحزاب الطائفية التي عملت ضد الشعب العراقي، والتي كرست منظومة قيمية خطيرة أضارت بالشعب، مثل ما كرست النظام السياسي الطائفي الكليبتوقراطي المفسد، وهو نظام أسفر عن وجهه بالأعمال القمعية بين قوسين الفاشية. هم يمثلون أجندة إيرانية صريحة، لا وجود لأي مقاربة يمكن أن تصل إلى أسماع الشعب العراقي وقواه وحراكه، وإنما هم بالحقيقة يخاطبون أتباع مأجورين مرتزقة في هذه المحاولة. نعم هو موجود ما زال بين أيديهم المرتزقة من الأتباع الذين يؤمنون بالدولار مقابل الرصاصة، والرصاصة طبعا الموجهة إلى صدور الأبرياء عراة الصدور. الآن هذا هو ما أكد حقيقة أن مقتدى لا يمكن أن يكون بفلسفته بسياسته بمنهجه جزءا من حراك شعبي. راح إمكانيات انتهت، ولت إمكانية اللعب على الحبلين، قدم مع الثوار وقدم مع السلطة. هذه القضية ربما كانت متاحة في الحراك الشعبي في الهبة الجماهيرية 31 تموز 2015، أما اليوم فقد انتهت، بخاصة حيث أسفر عن وجهه بما سماها القبعات الزرق، وبخاصة عندما أعلن عن تحالف يعني سافر بينه وبين من يسميه السلطات الأمنية. وفي الحقيقة السلطات الأمنية مثل ما سمعت من أحد الضيوف الكرام هي في الحقيقة ليست مخترقة، وإنما مؤسسة مبنية على ما يسمى العناصر الدمج، وهي عناصر تابعة بصريح العبارة إلى القيادات الإيرانية كما نعرف. إذن هناك الملاحظات الآتية، مقتدى الصدر شخصيا كشف من قبل الحراك الشعبي ليس في ضوء تقلبات كما يوصف، وإنما في أن هذه التقلبات المزاجية هي حراك سياسي موجه لخلق الفوضى من جهة، ولإمكان لتوفير إمكانات إعادة إنتاج وجودا، وهذا أصبح مكشوف. أما على صعيد كتلته فقد انسلخت قوى معينة، وانكشفت هذه الكتلة في الآتي، في أن هناك قوى داخل هذه الكتلة في الحقيقة تنتمي بوضوح إلى نهج يعادي الشعب ويعادي حراكة، ولا يمكن استقبالهم
في مخيمات الثورة الشعبية في الاعتصامات في ميادين الحرية. من هذا السبب لاحظنا أنه هناك خطط وإمكانات مناورة للقوى الشعبية في محاولة إبعاد الاختراقات الموجودة التابعة لأحزاب السلطة ومن والاها وضمنا الكتلة التي تنتمي إلى الصدرية. نعم، أشكرك دكتور. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يقول في خانة التحديات الإيجابية أنه هذه الثورة كان أمامها تحدي كبير، وهو عملية إزاحة النزعة أو الشحن الطائفي بسبب الإرث الكبير من 2003. كان هناك عملية شحن طائفي كبير جدا للعملية السياسية، والثورة تشرين نجحت في هذا التحدي، هذا التحدي الكبير نجحت فيه. فعلا نجحت، ملامح النجاح أين؟ أستاذ ماجد، لماذا ربما في حديثنا كل أنا والدكتور عبد الحميد وضيفك من هولندا الدكتور العلوسي كان حديثنا عن التحدي الأمني. نعم. في الغالب يعني كنا نتحدث عن التحدي الأمني. لماذا؟ لأن كل التحديات التي دون التحدي الأمني أسقطتها هذه الثورة من البداية. يعني عندما خرجت التحدي السلوكي الأخلاقي الطائفي كلها سقطت مرة واحدة، لم يستطيعوا رغم التشويه، يعني تحدي الاستقطاب أن تستقطب الثورة وتنحرف بوصلتها، حاولوا تحدي الطائفي أن يصبغوها بصبغة طائفية ويحاولوا اخطابات وهتافات، لم يستطيعوا. فبالتالي كل هذه التحديات كانت عقلية ووعي الثوار الصغار ذولا أكبر بكثير من عقلية السلطة، وكان ساقتها بخطوات، لذلك لم يستطيعوا مجاراتهم في هذا الموضوع. ذهبوا لذلك ليركزوا أو ليجسدوا أمامهم التحدي الأمني، اليد التي تضرب واللي تعتقل واللي تغتال. فبالتالي صار التحدي الأمني هو التحدي، وكأنه التحدي الوحيد، لأنه سياسيا هم أثبتوا بشعاراتهم بمطالبهم بالمعايير التي وضعوها هم أعلى كعبا بكثير من العملية السياسية، برؤيتهم أقنعت الكثيرين. كانوا يتحدثون أنه لا يستطيعون أن يؤلفوا جملتين، وإذا بهم ذول الصغار الشباب الصغار يخرج ليتحدث بسياسة ووعي مجتمعي ووعي ثقافي عالي المستوى جدا جدا وبوطنية عالية. فلذلك كل هذه التحديات سقطت وبقى التحدي الأمني. وبالتحدي الأمني هنا دكتور إذا اسمح لي، حتى في التحدي الأمني لحد الآن المتظاهرون أو الشباب المنتفضون لحد الآن يحققون نجاحات في التغلب عليه، يعني هناك آلاف الشهداء، هناك حرق، هناك اختطاف، التظاهرات ما زالت مستمرة، والمعتصمون أو المتظاهرون بعد كل عملية قتل يتوافدون بأعداد أكبر. نعم. هذه جزء من التحديات الكبيرة اللي واجهتها الثورة وانتصرت عليها، ولم تكن تشكل يعني هاجس خوف بالنسبة للثوار. يعني حتى وجود الساحة أن يتعمقوا بالثورة وأن يتوسعوا ويمتدوا أفقيا، هذه كانت إحدى التحديات التي كانت تعتقد السلطة أنها كبيرة عليهم. لكن بمجرد مضي أيام شهدنا أن هذه العملية بسيطة بالنسبة لهم، كانوا يتمددون وكانوا يسيطرون على مناطق كثيرة، وساحات التحرير تنتفض في كل المحافظات. فبالتالي هذه التحديات كلها انتهت بقى التحدي الأمني. هم لديهم ذخيرة سياسية عالية، لديهم ذخيرة أخلاقية، يعني حتى بهذه الفترة حاولوا تشويه سمعتهم بالحديث عن أشياء مهينة للمجتمع، لكن لا يستطيعون. حتى هذه التوجيهات اللي يسميها توجيهات مقتدى الصدر يطلعها، يحاول الإساءة إليهم لكن لا يستطيع الحقيقة، لأنه هذه الثوار أثبتوا بعد ما قدموا هذه التضحيات أنهم أعلى كعبا بكثير وأعلى وطنية وأعلى أخلاقا، والنموذج اللي يدعوني إليه والشعارات التي يرفعونها أعلى كثيرا من هذه 17 سنة من الشعارات الكاذبة والمخادعة. أريد أن أقول في قضية التحدي الأمني قبل أن ينتهي الوقت باختصار أن القوى الأمنية على المتظاهرين أن يتذكروا أن القوى الأمنية هي من فتكت بهم في الناصرية. نعم. يعني الشمري وغيرها من كانوا قوى أمنية، القوى الأمنية القناص وغير القناص ووزارة الداخلية كانت هذه. وهي التي فتكت في كربلا والنجف الاتحادية والشغب والكوت وغيرها. هذه كلها القوى الأمنية. الآن العودة إلى القوى الأمنية لا يمكن. والشيء الثاني الآخر أنه بالتالي يطلع لنا مقتضى الصدر ليملي على الناس توجيهاته، والسؤال اللي يطرحونه لماذا؟ من هو؟ ماذا يمثل في العراق؟ يعني نعم هو
زعيم لكتلة سياسية لتيار سياسي، لأن هو يمارس السياسة فهو بالتالي زعيم لتيار سياسي، والثورة قائمة على كل هذه العملية السياسية والتيارات. طيب نعم. أنت من يخولك أن تتزعم العراق بهذه الطريقة وتفرض على الناس شروطك ورؤيتك السياسية؟ من يخولك أن تفرض على الناس بلطجيتك أن ينزلوا؟ من هؤلاء؟ لو كانت القوى الأمنية مثل ما يعتقد البعض هي القوى التي ستحمي التظاهرات، لكانت من أول يوم نزلت به أصحاب القبعات الزرق لكانت ألقت القبض عليهم. إذا كانت هي حريصة على المتظاهرين وهي حريصة على دمائهم وأرواحهم وليست جزءاً من هذه اللعبة لقتلهم لتفريق المظاهر لكانت ألقت. من هؤلاء؟ لأن السؤال الأول يعني من هؤلاء؟ لماذا يفرضون نفسهم بالعصي والسكاكين والمسدسات؟ لماذا يقتلون؟ حادثة النجف هل شهدنا اعتقلوا أحد من عندهم؟ الآن يجري التحقيق، في البداية حاولوا أن يلملموا القضية، 23 شهيد و197 والزامل يقول أنه هذه تمثيلية وهذه فيلم هوليود، وبالتالي يروح يجلس بالفواتح التي كيف يعني يقول وين القتلى؟ لا يوجد قتلى، وبالتالي يأخذ وزير الداخلية وعلى يعني مجالس العزاء في النجف. إذن لعبة كبيرة يحاولون فيها تبادل الأدوار مثل ما قال الدكتور عبد الحميد، هذه الحقيقة ويجب الناس أن توعاها. نعم دكتور عبد الحميد العاني، يعني واحد أيضا من التحديات الكبيرة، ثم من يقول أنه الثورة قد يعني أيضا نجحت في تحقيق مكتسبات وطنية، تحدث الدكتور عن جزء يعني منها كانت تحديات الحقيقة وتجاوزتها نجحت فيها. كيف يمكن للثوار أن يحافظوا على هذه المكتسبات ويصونوها والبناء عليها للوصول إلى الأهداف التي رفعوها منذ البداية أو حددوها منذ البداية بهذه دولة العدالة، دولة المواطنة، الدولة المدنية وما إلى ذلك؟ يعني ربما في حلقات سابقة أيضا تحدثنا قريبا من هذا الموضوع، وهي قضية ليس فقط الصبر والمطابقة الطاولة وإنما الثبات على هذه المبادئ وتطويرها والتنسيق فيما بينهم البين. هنالك شيء خطر آخر كبير جدا هي سعت إليه الأحزاب السلطة لكنها لم تنجح وإن شاء الله لن تنجح، وهو عدم استطاعتها خداع هؤلاء، عدم الانجرار أو عدم الانخداع بالحلول الجزئية الترقيعية من أهم الأمور. الثورة هذه حتى لو استطاعوا أن يطالوها أو ينالوا منها أمنيا في جزء من ما، هذا ليس مهما بقدر موت الفكرة. اليوم ولدت فكرة، لا يمكن لهذه الفكرة أن تموت، ولذا على هؤلاء أن يحافظوا على هذه الفكرة. من ربما من منجزات هذه التظاهرات والثورة فضلا عن هذا الوعي وهذا الوعي السياسي الكبير خاصة في فئة الشباب، هو انكشاف هؤلاء زيف كثير من أدعياء الوطنية. والثورة اليوم مثل ما قلت قبل قليل هي ضد الأحزاب السلطة جميعا، بل ضد كل فرد من أفراد هذه العملية السياسية، لذا لا يمكنهم اليوم قبول أي خدعة إعلامية، تصريح من هذا الطرف أو ذلك الطرف يريد أن يستبدل هذا الشخص بشخصه هو، أو مصلحة هذه الحزب بمصلحة حزبه أو شخصه هو. نعم دكتور تيسير دقيقتين إذا سمحت، هذه المكتسبات التي تحققت كيف يمكن العض عليها بالنواجذ كما يقال ومراكمتها والبناء عليها حتى لا تذهب أدراج الريح في ضوء هذه التحديات الكبيرة التي تواجه المتظاهرين والتظاهرات داخليا وحتى خارجيا؟ شكرا جزيلا. الثورة في الحقيقة امتلكت مدرستها الوطنية، ومن ثم فهذه المدرسة بدأت تدفع إلى مخرجات محددة، من بينها المخرجات القيمية، حيث أنه هناك مراهنة من قبل السلطة وزعماء الحرب. هؤلاء الزعماء الأحزاب الطائفية هم زعماء حرب حقيقية، وهناك جرائم حرب ترتكب بحق المواطنين، فحاولوا قيميا أن يسحبوا ربما بموضوع القدسية والمرجعيات الدينية واللعب بهذا الطريقة. الثورة أكدت عبر مدرستها على وعي جمعي بأن ترفض مثل هذه المحاولات وأن تبقى متمسكة بالعامل الوطني كونه هو العامل الجامع للتحرك إلى الأمام. الأمر الآخر، هناك تحدي دولي الذي تحاول مدرسة الثورة أن تدفع بمنجزها إلى الأمام وتجعل مثبت بشكل يعترف به المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجلس الأمن والأمم المتحدة. مثل هذا عبر مذكرات جرى تقديمها، ويجري أيضا تقديم مذكرات أخرى. هذه المذكرات لا تبحث عن استبدال بحيث تضع القوى الدولية هي التي تحمي، ولكنها تبحث عن تأكيد منجزها الوطني
بأن تجذب دعما لصالح مثل هذا المنجز، بدليل ما نلاحظه من اعتراف ممثلة الأمم المتحدة والجهات الدولية المعروفة ذات التأثير على قضايا القيمية التي أنجزتها الثورة وكيف تتقدم بها إلى الأمام، رغم أنه هو تحدي آخر ينبغي أن تفعل الثورة إمكانات التنظيم داخليا بنيويا كي تجعل من ممثليها من صوتها في الحقيقة الموحد الجمعي قادرا على دفع المجتمع الدولي لملاحقة مثل هذا الأمر على المستوى الوطني. إذن هناك منجزات وهناك تحديات، بالمحصلة الإنجاز الأهم هو أن القوى الطائفية حوصرت ودفعت إلى منطقتها المكتوفة، أصبح هناك إصرار عن وجهها الحقيقي. دكتور أشكرك وأعتذر، ما عندك الوقت فعلا قد انتهى. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مشاهدين الكرام، ولم يتبقى لنا فيها إلا نشكر الضيوف الذين كانوا فيها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، والدكتور تيسير الآلوسي الكاتب والباحث السياسي العراقي، وكان معنا عبر سكايب من العاصمة الهولندية أمستردام. أشكركم وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.